راح يصير دايليتد هاي دايليتد هاي دايليتد هاي دايليتد راح يصير كومبريشن البلود فيزل، فبالتالي راح تظهر بيل فوليميناس 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 يعني منفوخه اند اوبسكور هارت وين انتيرير تشيست وول، والقلب ما يبين من طلع التشيست وول بالميتين. ان سنتري ازن انفيزما ذا لانج ار دي بار بينك اند ليز فوليميناس بالسنتري انفيزما ذا لانج ار دي بار بينك اند ليز فوليميناس، يعني لونها يصير بينك. هاي من احد الفروقات اللي بين السنتري اسنر والبان اسنر. السنتري اسنر والبان اسنر فروقات هواي بنات بالشرح لازم تطلعوهم وتركزون عليهم. المايكروسكوبيك مايكروسكوبيك اولا there is thinning and destruction of alveoli وما يحتاج الف مره عدتها destruction وما يحتاج شنو السبب. terminal bronchial and bronchial may deformed because loss of cavity that help to تمام bronchial والterminal bronchial والbronchial مربوطات بعدين ويل برانكايا مال اللانج مرتبطات عن طريق شنو؟ عن طريق الاستيك تيشو. هذا الاستيك تيشو راح صار بديستركشن، راح يصير خلل بالتيثر بالربط مالتهم ويل برانكايما. وضحت؟ There is also fibrosis chronic inflammation. شلون ما تريد يصير fibrosis with evidence of bronchitis and bronchiolitis. تمام اكيد. وشرحنا ليش صار bronchitis وشرحنا ليش bronchiolitis inflammatory changes in small were described earlier. تمام ماكو اي مشكله ماكو اي مشكله ما اعتقد اي مشكله انا اللي قاعد اشوفه كله شرحته. فيشر كلينيكال فيشر مال الانفيزما ديسنيا بارل تشيست شد اللي ما يعرف شنو ديسنيا يعني شورتنس اوف بريث يعني سنسيشن اوف هيز بريث يعني البيشنت حتى لو نفسه طبيعي بس هو سنسيشن بالبريث انا بحاله طبيعي ما نحس بنفسنا بالنفس مالتنا. المهم يصير بارل تشيست هايبر انفليتد لانج اللانج مو ضخمه. شوف البارل تشيست شوف البارل تشيست هذا نورمال هذا بارل تشيست ترون برميل هذا الانتروبوستيريور دايمتر وهذا ترانسفيرس دايمتر بالطبيعي الترانسفيرس اعلى من الانتروبوستيريور بالبارل تشيست مساويات. شوف هاي شعر الصدره بارل تشيست تمام ديسنيا بارل تشيست ان اديكويت اوكسجينيت شوف اكو نوعين اكو نوعين من الكلينيكال احفظها نوعين كلمه اسمها بينك بافر وكلمه اسمها بلو بلوتد بيمن بالانفيزما. خاف يقول لك يابا شنو الكلينيكال بيكتشر مال الانفيزما هي ما راح تجي قالت اجيبها ام سي كيو بس لك شنو الكلينيكال بيكتشر مال الانفيزما بينك بافر وبلو بلوتد بلو بلوتد بلوترز او بلوتد بينك بافر بينك بافر يابا البيشنت بهذا التايب من الانفيزما هذا التايب من الانفيزما بالبينك بافر ايش راح يكون راح يقوم يحارب على مود الاكسجين يعني يقوم ديسنيك يلهث البيشنت يلهث على مود ياخذ اكسجين هواي على مود ما يدخل بسيانوسيس على مود ما يدخل بسيانوسيس فمو ما دخل بسيانوسيس نون سيانوتيك صحوا له بينك ديسنيك بافر بافرز يعني ديسنية فسوى ديسنية على مود يصير بينك على مود ما يدخل بسيانوسيس هذا النوع الاول. النوع الثاني اللي بيشنت عنده برونكايتس كرونيك برونكايتس ويا الانفيزما راح يكون كف برونكايتس مبين برونكايتس يعني كرونيك برونكايتس كف ويا سبيوتم ويكون ويزي تشيست تمام واسمه بلو بلوتر. ليش بلو بلو بلوتر؟ البيشنت بلو سيانوتيك ما محارب على مود ما سوى ديسنيا على مود الاكسجين فصار بلو صار هايبوكسيميا بلوترز. ليش بلوترز؟ هاي تركاية حلوه. شوف خلينا اشرحها بسرعه. بلوترز يعني منفوخ خاف ما تدري بلوترز يعني منفوخ بيمن بيشنت صير بلوترز بالانفيزما. هاي الهارت هذا الهارت هاي اللانج. المهم هاي اللانج بسرعه بعد ما نلحق هاي اللانج وهذا الهارت تمام. هذا الهارت يودي شنو يودي من هنا بالمونر ارتري المن لللانج. شو يسوي اللانج؟ تراجع بالمونر فين للرايت ادريا. نفترض ان هاي اللانج بعد صارت دايليتيشن بيها مو صار دايليتيشن بيها صار اوبستراكشن بيمن بالساعة سالفتها الفيولاي صار بيها دايليتيشن هنا البلود فيزل بيناتهم كومبريشن صار بيها فمن صار كومبريشن بلود فيزل صعد ال شنو البولموناري بريشر من صعد البولموناري بريشر من صعد البولموناري بريشر الرايت ادريم قام يحتاج جهد اكثر على مود يدفع الدم هنا بالبولموناري ارتري فسنه سنتين ثلاثه راح يصير اللارجمنت بيمن اللارجمنت بيمن بالرايت فنتريكل رايت فنتركل الراجمن سنة سنتين ثلاثة الى ما يوصل الفيلر من يوصل رايت سايد
هارت فيلر، عرفنا شنو السبب انه هاي الضغط عالي. فراي سايد راي سايد هارت فيلر يعني شنو؟ يعني راي سايد هارت فيلر يعني سوبيرا فينا كافا انفيرا فينا كافا، يعني حتى البلد الدور اللي نازل من هنا الاتريا من صار رايت هارت راي سايد هارت فيلر، هذا سوبيرير وهذا الانفيرا فينا كافا، راح يسوي لي ليج أدمة وراح يصير أدمة وراح يصير هواي اعراض. تمام لهذا راح يصير بلوتر يعني منفوخ نتيجة الأدمة. وعرفنا شلون سالفة الأدمة وشنو بالمونر هايبرتنشن وشنو هو راي سايد هارت فيلر وشلون صار. هاك شوف وشنو يجيك كيس يا بيشنت عنده ويت لوس، ما عنده لا بلوترز ولا شيز ويت لوس، وهو البيشنت انفيزم شنو سبب تيومر. هذا هنا تيومر صار اوبستراكشن هنا مو صار اوبستراكشن تيومر. فمن صار تيومر اوبستراكشن فهنا صار كولابس، ومن صار كولابس صار انفكشن وديستراكشن بالوول وصار دايليتيشن وديستراكشن نتيجه وجود التيومر. تمام، فاذا جاك كيس انفيزم ويت لوس فهذا البيشنت مالجنسي برونكوجينيك كارسينوما. شنو الكومبليكيشن مال انفيزم؟ شنو الكومبليكيشن مال انفيزم؟ ريسبيراتوري فيلر. ليش ريسبيراتوري موجود هنا بلاك ماكو تنفس بعد يموت. راي سايد هارت فيلر عرفنا شلون يحصل راي سايد هارت فيلر وشلون راح يصير البيشنت بلوتر ادميتس. تمام، وسبونتينيوس نيوموثوراكس في النكليش رابتشر مال البولي. شنو البولي؟ انفيزميتس بولي من يصير بها رابتشر بالوول. هاي الانفيزميتس بولي من يصير بها رابتشر بالوول وتعطيني بليورال نيوموثوراكس. تمام، تضغط عليها. كرونيك برونكايتس ديفينيشن اخذنا كرونيك برونكايتس هسه انا شرحته بس نجي نراجع ديفينيشن مال كرونيك برونكايتس. يا ابي نقول لك كرونيك برونكايتس هو بريزيستنس برودكت كاف فور واحد يجي يقح 3 اشهر متتاليات، يعني بهاي 3 اشهر ما منقطع مده سنتين اقلها كرونيك برونكايتس، اما اكثر من هاي المده بعد خير مده هيده، يعني بس يكون اقل شيء هاي المده اللي قلتها 3 اشهر يضل يقح سنتين متتاليات اكثر منها مده خير ما يديده، بس تكون افتهمني 3 اشهر يقح سنتين متتاليات، اذا 3 اشهر يقح بثلاث سنين متتاليات هو اصلا منتهي منه، بس 3 اشهر يقح بسنه واحده لا هاي مو كرونيك برونكايتس، تكون بسنتين متتاليات. تمام، وات از ذا كوزز اوف كرونيك برونكايتس؟ شنو السبب اللي يخلي كرونيك برونكايتس؟ مساء شرحتها سيجارة سموكينج الكرونيك اريتيشن اوف ذا برونكيول اوف برونكاس بسبب الدخان والاكسبوجر للاير بوليتنت هماتين راح تعطيني نفس ما قلت لك كرونيك برونكايتس. هاي شوف كرونيك برونكايتس شلون كونجشن اكيد انفلاميشن. هنا هايبرتروفايد بالميوكاس جلاند قبل السيل ميوكاس بلاك بيمن بالكرونيك برونكايتس ايش راح يؤدي؟ هذا فنك يؤدي الى انفيزما. هسه تونا خلصناها انفيزما راح تصير بيمن انفيزما دايليشن ديستركشن بالوول، لان هنا راح يصير انفلاميشن كرونيك برونكايتس راح يجي سوبر امبوزد بكتيريال انفكشن وانفلاميشن ودايليتيشن بالوول وصير انفيزما نتيجة الكرونيك برونكايتس. يقول لك when persist for years الكرونيك برونكايتس شو يصير progress to COPD، يعني شنو؟ يعني يصير وياها انفيزما انفيزما زاد كرونيك برونكايتس قلت لك COPD، اذا progress to COPD الكرونيك برونكايتس ممكن. core pulmonal and right sided heart failure شرحتها من الساعة شون pulmonary pressure يزداد نتيجة شنو؟ نتيجة الانفيزما. ليش صار راي سايد هارت فيلر؟ هو كرونيك برونكايتس. تقول لي شلون صار راي سايد كرونيك برونكايتس؟ كرونيك برونكايتس صار انفيزما، هذا كله صار سي او بي دي. اذا انفيزما سوالي كومبريشن بالارتري اللي موجودات داير ما داير الفيولاي، الفيولاي متوزعه سويت لي كومبريشن على الارتري زاد الارتريال البولمونري بريشر، من زاد البولمونري بريشر راي سايد قام يحتاج جهد اكثر على مود يضخ الدم بالبولمونري ارتري صار بي انلارجمنت ثيكنس هايبرتروفي بعدين يدخل في فيلر، من يدخل في فيلر بعدين الدم من الاتريام اللي ينزل للفنتريكل نفس ما سولفنا من الساعه مو بالجرافيتي بالبريشر جريدينت ترى. تمام، فر سوبيريور وانفيريور فينا كافا راح يصير هنا أدمة شوف بالليج بالهاي. فراي سايد هارت فيلر كوزز ها ميتابليجيا اكيد يصير ميتابليجيا بالبرونكاس، يعني كرونيك انفلاميشن اكيد يعطيني شو اسمه يعطيني بروجنوزز للكانسر، العفو بروجنوز يعطيني انه راح يصير كانسر بالمستقبل اذا صار ميتابليجيا، يعطيني برونكوجينيك كارسينوما اكيد. باثوجينيسيس نفس ما شرحت
بس شلون مثلا شلون الدخان يجي يخلي البيشنت عنده كرونيك برونكايتس؟ قلت لك انت بيشنت كرونيك برونكايتس انت ما تقول سموكينج، انت ما تقول سموكينج 90% من الكيسز سموكينج. يدخن كرونيك برونكايتس بسبب الكرونيك اريتيشن اللي يصير بالجدار مال البرونكاي. هذا الكرونيك اريتيشن البرونكايتس يسوي ادابتيشن ميكانيزم، هاي الادابتيد ميكانيزم يصير هايبر سكريشن، هايبر سكريشن بالميوكاس جلاند، هايبر سكريشن المن هاي ميوكاس جلاند، هايبر سكريشن يسوي الميوكاس بلاك. زين مو بس ميوكاس بلاك، انفلاميشن مو بس ميوكاس بلاك، انفلاميشن بالكرونيك برونكايتس. المهم انفلاميشن وكرونيك، اذا انفلاميشن وكرونيك نتيجه الكرونيك اريتيشن مال سيجارت سموكينج راح يصير هايبرتروفي بالجلاندا سب ميوكوزال جلاند مال الترايكول برونكاي، وهايبرتروفي بالجلاند يعني ميوكاس يعني سكريشن راح يزداد. من يزداد ميوكاس سكريشن اذا ميوكاس بلاك. شنو ميوكاس بلاك؟ هاي ميوكاس بلاك. واذا ميوكاس بلاك صار هسه انا اقول لك ثاني شغله، بروتييز ريز فروم نيوتروفيل انفلاميشن، انفلاميشن صار بلاك سدت هنا وهاي هنا ميوكاس، غير هاي فافر للانفلاميشن، هاي فد بيئه تخبل المن للانفلاميشن هاي الميوكاس، يجي يصير انفلاميشن ويحفز للانفلاميشن تجي نيوتروفيل وتسوي بالبروتييز مالتها ديستركشن للوول ودايليتيشن ويصير انفيزيما وهو كرونيك برونكايتس ويدخل بالانفيزيما ويصير سي او بي دي. ها كان الله يحب المحسنين. تمام ميوكاس برودكشن كونتريبيوت نفس الحكي اللي حكيته، نفس الحكي انفكشن بريزنت ها سيكندري رول اوف تشيل نفس الحكي اللي حكيته. مورفولوجي، مورفولوجي نبدي من هنا، من هنا من الابيثيليوم، هاي برونكاس خاف ما تدرون هاي الجدار مالتها. نبدي من الابيثيليوم يا باشا، يصير اولا ميتابلاستيك تشينج، ميتابلاستيك نتيجة الكرونيك انفلاميشن، كرونيك ستريس يتحول من السيدو كولومينر ابيثيليوم وذا قبل سي يتحول الى سكويموس نتيجة الكرونيك اريتيشن على مود يقاوم الاريتيشن. نجي بعد شنو هنا يصير كونجشن بالفيزولز ويصير هنا اديما والانفلتري انفلاميشن عفوا انفلتريت سيل الانفلتر سيل مثل من اللي مثل نيوتروفيل ماكروفيج دير بالك مو ايوزنوفيل، هاي مو 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 اليرجي، هاي مو ازمه ما يجي ايوزنوفيل. ميوكاس جلاند صاير بيها هايبروتروفي وهواي على مود تطلع ميوكاس بلاك مو هاي انفلتريشن فايبروسس صاير، هذا كلهن راح تلقون هنا وحكيتن وراح بتجي تراجعين تشوفن. وميوكوبيرولنت وتلقى ميوكوبيرولنت سبيوتام، ميوكوبيرولنت بيرولنت يعني جايه بكتيريا مسويه سكندري انفكشن، ميوكو يعني ميوكاس، ميوكاس زادن باس ميوكوبيرولنت ويا الميوكاس بلاك وصاير هايبروتروفي وفايبروسس وسموث ماسل. عش تريد حج ما تقول بعش تريد هذا كرونيك برونكايتس وهاي الجيجاير وما تسوي. وبعدين راح تدخلنا بانفيزيما، والانفيزيما شلون اصلا كلينيكال فيتشر مال كرونيك برونكايتس هايبوكسيميا سيانوسيس بولمونري هايبرتنشن ورايت سايد تيرفيل ولا تقول لي ليش الف مره عدتها الكوربون من اسمها برونكيكتيسس. برونكي يعني برونك يعني برونكاي، اكتيسس يعني دايليتيشن، هو بيرمننت دايليتيشن اوف bronchi and bronchial caused by destruction of muscle and supporting elastic tissue resulting from associated chronic recurring infection is not a primary disease but rather secondary to infection or obstruction caused by variety condition. شنو معناها يا ذا؟ يقول لك انت البرونكاي صاير بيها dilatation، برونكاي صاير بيها dilatation نتيجة من chronic infection or obstruction. تمام تمام شو يصير بيها dilatation من هي برونكاي نسمها bronchiectasis chronic infection or obstruction. Yeah, what is the causes of what is the cause of bronchiectasis tongamo amma obstruction amma dilatation. What is the common cause of obstruction tumor foreign body mucus plug او على الحكي عاد كله نفسه. لذلك ما راح اظل ارسم وعيد. تخيل انه انت صاير هنا بلاك، هذا البرونكاس صاير بي بلاك، ها صاير هنا بلاك أو ليش أشرح لك؟ أنا مسار رسم رسمة حلوة هسه بعدين نرجع لها. المهم برونكال خلنا أشرح لك باثوجينيسيس وجهك هسه خلنا أشرح لك الباثوجينيسيس وجه. قلت لك شنو هو البرونكيكتيسيس؟ دايليتيشن بيمن دايليتيشن برونكيكتيسيس بالبرونكاي، برونكيكتيسيس يعني دايليتيشن. أما أوبستركشن أما إنفكشن،
نفترض ان اوبستراكشن شنو الباثوجينيسيس؟ شنو الباثوجينيسيس؟ الباثوجينيسيس هنشرح الباثوجينيسيس وارجع لك. الباثوجينيسيس انه يا بهذا برونكاي طبيعيه هاي بلوك صايره نتيجه من بلوك نتيجه من نتيجه ان اوبستراكشن. سوى له هاي الاوبستراكشن اي سبب؟ اوبستراكشن مثلا تيومر، مثلا تيومر جسد لها، مثلا مو تيومر، مثلا ميوكاس بلوك عنده ازمه عند سي او بي دي سدى له هاي، مثلا لا ازمه ولا سي او بي دي ولا تيومر، مثلا لنفوسايد مضخمه وسدت لي، مثلا فورن بودي طب وسدى لي. ايش راح يصير؟ اول شغله كولابس بالالفيولاي، والالفيولاي المجاوره هذن اللي فتحن على البرونكس. ترى دير بالك هاي كروس سكشن، كروس سكشن يعني هذن كلهم ينفتحن على البرونكس تمام، بس بالكروس سكشن ما بيناتهم فتحن، بس تخيل انه قاعد يفتحن هاي البرونكس. الالفيولاي اللي داير ما داير البرونكس راح شو يصير بيها؟ راح يصير بيها كولابس. ليش؟ لان برونكس انسدت. كولابس يعني اتلاكتيسيس حسب قاعده الريزوبشن اتلاكتيسيس. من صار بيها كولابس بالنيجاتيف برجر راح شو تسوي؟ راح تشفط البرونكس. يعني هاي كولابس، كولابس كلها داير ما داير البرونكس صار كولابس بالالفيولاي، فبالنيجاتيف برجر راح تسوي دايليتيشن للبرونكس. اتمنى اكون فهمت هاي، هي هاي الفكره. هيك الانفكشن شلون يسوي؟ عرفنا الاوبستراكشن شلون يسوي برونكيكتيسيس، الانفكشن شلون يسوي برونكيكتيسيس. ديستركشن اوف ماسل اند الاستيك تيشو ان وول. ليش؟ لان هو انفكشن، انفلاميشن، انفلاميشن يسوي ديستركشن اوف ماسل اند الاستيك تيشو ان وول. فهذا الانفلاميشن راح ينتهي فايبروسيس ان اسراوندينج الفيولاي وتراكشن اوف وول. نفس السالفه هماتين، من صار ديستركشن بيمن هذا الوول صار بي انفلاميشن وديستركشن بيمن بالبرونكاي. والله هماتين من صار ديستركشن والانفلاميشن وصار فايبروسيس داير ما داير الانفلاميشن هماتين بالنيجاتيف برجر راح يسحب البرونكس ويصير شنو؟ بالنيجاتيف برجر يسحب البرونكس ويصير برونكيكتيسيس. هذا الباثوجينيس كل الباثوجينيسيس كله انشرح. شنو بعد عندي؟ ها الكوز قلنا هذا برونكل اوبستراكشن وعرفنا تيومر وكذا. نجي الكونجنتال او هيرديتري كونديشن. اكو مثلا سيستيك فايبروسيس، سيستيك فايبروسيس هذا سيستيك فايبروسيس بدل ما عنده ميوكاس بلوك تتكون. شلون تتكون ميوكاس بلوك وتسوي له اوبستراكشن؟ تتكون انه يا سيستيك فايبروسيس عنده القدره ان يسوي ميوكاس، وهذا الميوكاس يعني هو كونجنتال يسوي ميوكاس ثيك. هذا الميوكاس الثيك السيليا اللي موجوده هنا ما تقدر تطلع وتقح برا على مود تطلع. فهذا من يظل هنا راح يسوي ميوكاس بلوك وتتجمع ونفس ريمه ترجع لعادتها القديمه. هنا كولابس راح يصير والسراوندينج هم يصير بكولابس، وهنا ديستركشن نتيجه انفلاميشن. وهذا الكولابس الفيولاي راح بالنيجاتيف برجر تسحب شنو؟ تسحب برونكاس ويصير بدايليتيشن ويصير ببرونكيكتيسيس. اتمنى تكون واضحه. اميونو ديفيشنسي شنو السبب اللي يخلي الاميونو ديفيشنسي؟ قاعد اسولف على الكونجنتال كوزز اوف برونكيكتيسيس. شنو السبب اللي يخلي الاميونو ديفيشنسي السبب برونكيكتيسيس؟ السبب اللي يخلي الميونو ديفيشنسي سبب برونكيكتيسيس انه ريكيرنت انفكشن، ريكيرنت انفكشن بالوول، ريكيرنت انفكشن، ريكيرنت انفكشن راح يصير ديستركشن. وهذا الديستركشن بالوول راح يصير نتيجه الريكيرنت انفكشن راح يسوي دايليتيشن بالبرونكاي. وهذا الدايليتيشن شو يصير؟ احنا قلنا الكوزز اما دايليتيشن، العفو الكوز اما انفكشن اما اذا انت مغمض طلع ديزيزات من قلبك، بس كون الديزيزات اما راح بالاخير برونكس يصير بي اوبستراكشن اما يصير بي ديستراكشن نتيجه الانفكشن. اما اوبستراكشن اما انفكشن. اميونو ديفيشنسي اذا ريكرنت انفكشن يحصل. كارتنجر سيندروم هذا اوتوسومال ريسيسيف، كارتنجر ريسيسيف تمام، فريكوينتلي اسوشييت وذ برونكيكتيسيس. هذا شنو الكارتنجر سيندروم؟ انت بالطبيعي عندك شنو؟ عندك سيليا هنا أنا. من تطلع مخاط السيليا تطلع اللي برا تقع. هذا الكارتنجر سيندروم ما عنده مخاط، ما عنده سيليا، فالمخاط راح يتكاثر يتراكم يعطيني ميوكاس بلاك. هذا الميوكاس بلاك اللي يتراكم نرجع ريم العدد القديمه الفيولاي موجوده هنا وموجوده هنا، نيجاتيف برجر وانفلاميشن راح يصير داخل برونكس دايليتيشن برونكيكتيسيس تمام تمام. انا تطبع براسك لان مهمه زين. الكارتنجر سيندروم شنو الباثوجنومونيك مالته؟ ديكستروكارديا مهم جدا. ساينوسايتس تصير عده لان كانت انفكشن. اذا ميل عنده شنو هو عنده انفرتي؟ تدري ليش؟ لان السيليا مطول ما عنده سيليا هنا، من تروح للفاز ديفرنس ما عنده سيليا تدفع السبيرم بيها، هاي شغله. والسبيرم نفسه ما عنده سيليا يمشي بيها تمام، السبيرم نفسه ما عنده سيليا يمشي بيها، فيكون مشوه السبيرم وغير قادر على التكوين الزايغوت وهاي فيما بعد. ف
فما هي ما موجوده اسيليا فيكون ميل ستيريليتي. انفكشن انفكشن اما انفكشن اما اوبستراكشن انفكشن عادي فايرال بكتيريال او اكثر شيء الستاف ام البيرولنت انفكشن تجي تدخلني برونكيكتيسيس انفكشن يصير هنا ودستركشن بالوول وميوكاس بلاك ودايليتيشن وكولابس ونرجع تمام فيروس زين. كلينيكال فيتشر كلينيكال فيتشر كلابينج اوف فينجر الاظفر مالته شنو يتضخم اظفر مال ايده يتضخم سواء كلابينج اوف فينجر ام نسمها برونكيكتيزس كاف كاف وذ اكسبكتوريشن اكسبكتوريشن نتيجه من نتيجه السكندر انفكشن وياها بلاد اكيد وياها بلاد دايليتيشن وصار من دايليتيشن شنو سوى الاروجن للبلاد فيزلز اللي موجوده داير ما داير اوكي داير ما داير الالفيولاي فيطلع هيموبتيسيس وياه ميتاستاتيك برين ابسيس ورياكتيف امايلويدوسيس امايلويدوسيس على مود يعوض تعويض الباقي الامايلويدوسيس باللنج خاف ما تدري تمام بمن بالبرونكيكتيسيس هاي شرحته المورفولوجي 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 شرحت الباثوجينيسيس نجي المورفولوجي مال اخر سلايد هذا خلصنا المورفولوجي مال البرونكيكتيسيس اولا توجد باللور لوبز بايلاترالي من هي برونكيكتيسيس اكثر شيء بالديستال برونكاي اند برونكيولز موجوده يعني مو هي وين موجود اكثر شيء بالديستال برونكاي اند برونكيول الحجم الطبيعي مال البرونكا اربع مرات بالبرونكيكتيسيس تمام بواحد عند برونكيتيسيس برونكاي مالته حجمها اربع مرات مقارنه بالطبيعي المايكروسكوبيكالي مايكروسكوبيكالي ذا هيستولوجيكال فايندينج فاري اكتيفيتي اند كرونسيتي اوف ذا ديزيز از ا فول باوند بيكتشر ديزيز blown picture disease intense acute chronic inflammatory exudate within the wall of bronchi and bronchiole نفس الشيء desquamation نفس اللي شرحته نفس اللي شرحته fibrosis يصير ويصير healing occur اما يصير completely اما لا والله يبقى dilatation necrosis destroy the bronchial and bronchial wall form the lung abscess يكون lung abscess نتيجة اكو شنو destroys او necrosis يصير باللنج فيسوي lung abscess ويصير شنو current discharge هذا شنو bronchiectasis وهاي شنو collapsed وهاي fibrosis اللي يصير داير ما دايرة داير ما دايرة الالفيولاي اللي راح تسحب شنو تسحب البرونكاس بالنيجاتيف بريشر ويصير bronchiectasis تحياتنا.